هي ايديولوجيا اسلاميه. البعض يقول هذا ليس الاسلام، الاسلام ليس كذلك، لكن انا اقول ما يعتمد عليه التكفيريون والجهاديون وكل الجماعات الاسلاميه الرسوليه موجود في الاسلام. المذاهب الفقهيه كلها غير صحيحه، والمذاهب الفقهيه كلها غير ضروريه، نحن لسنا بحاجه الى شريعه. المسلمون ليسوا بحاجه الى الشريعه، فرضت علينا هذه الشريعه في القرن الثاني والثالث. لماذا نكون مثل المسيحيين؟ المسيحيه ليس فيها شريعه. المشرعين الاسلاميين في القرن الثاني، بدءا من القرن الثاني، ارادوا ان يقلدوا اليهود، فابتكروا الشريعة الإسلامية وهي تعادل الشريعة اليهودية. أقول أنا للمسلمين لستم بحاجة إلى شريعة. ما الرابط بين الدين والأخلاق؟ وهل المجتمعات بحاجة إلى الدين لتعم فيها الأخلاق الحميدة والقيم النبيلة؟ يعني عبر تاريخ الإنسان لم يكن الدين مرتبط بالأخلاق أبدا. يعني قبل الأديان التوحيدية لم يكن الدين مرتبط بالأخلاق. الأخلاق شيء والدين شيء آخر. الأخلاق هو علاقة البشر مع بعضهم بعضا، والدين هي علاقة البشر مع العالم الإلهي. لم يكن هناك رابطة، ولذلك لم يكن هناك كان هناك منظومات أخلاقية في المجتمعات الشرق القديم أو في المجتمع اليوناني أو اليوم، لكنها لم تكن مرتبطة في الدين. يعني يجب أن يقتنع الأزهر أخيرا أن ما يعلمه لكل الخريجين غدا باطلا ومن الماضي ولا قيمة له.